السلام عليكم، معكم دكتورة بوزيان سكينة، واليوم جيت نهضر لكم على الحوال عند الأطفال. شنا هو الحوال ديال العين؟ الحوال ديال العين هو فاش كل عوينة كتمشي في اتجاه مختلف بالنسبة للأخرى، يا إما في اتجاه الأنف اللي كنسميه إيزوتروبي، يا إما على برا اللي كنسميه إكزوتروبي، يا إما الفوق أو للتحت. أسباب الحوال متعددة، كيقدر يكون خطا انكساري في وحده من العوينات او لا فيهم بجوج، يعني اون ميوبي اون هيبرميتروبي او لا اناستيغماتيزم، اللي كيجعل ان وحده في العوينات كتكون ضعيفه بزاف بالنسبه للاخرى وما كيبقاش تناسق ما بين العوينات. السبب الثاني هو عدم التناسق ما بين العضلات ديال العوينات، يعني ان المشكل كيكون في العضلات وماشي في الداخل ديال العوينه. السبب الثالث هو اي مرض كيصيب عوينه وماشي الاخرى، يعني مشاكل ديال الشبكيه او الجلاله او اي مشكل في العوينه اللي كيجعل ان الدماغ ما كيبقاش يركز على هذيك العين وكتحول. العلاج ديال الحوال على حسب السبب ديالو، الا كان خطا انكساري فكنديروا نظارات والترويض، يعني اننا كنديروا فاسمه في كل عوينه بواحد لو ريتم اللي هو على حساب المشكل اللي عند الطفل، 5 ايام يومين او 6 ايام نهار او 7 ايام، كل طفل كنديروا ليه هذاك لو ريتم اللي كيناسبه. الا كان اختلال في العضلات فكنقدروا نديروا واحد الفتيح ديال هذوك العضلات، يا اما في السن صغير يا اما فاش كيكبر شويه على حساب الحالات. والا كان شي مرض اللي مسبب فعلى حساب هذاك المرض، الا كانت جلاله في عوينه وما كايناش عوينه اخرى هذه حاله مستعجله، يعني انه الطفل فاش كيتزاد خاصو يفتح قبل ما تعجز ليه هذيك العوينه. الا كان مشكل في شبكه كنعالجوه، كان مشكل الله يحفظ شي ورم ولا شي حاجه، فالواحد انسان فاش كيبان ليه الطفل ديالو عنده حوال هذه حاله مستعجله، سواء كان خطا انكساري خاصنا نعالجوه دغيا قبل ما العوينه تعجز، كان مشكل ديال في العوينه يعني شي جلوكوم او لا شي ورم او لا شي جلاله خاصها تعالج قبل ما دير عواقب، والا كان مشكل ديال العضلات فخاصنا نفتحوه في المومون اللي غيكون مناسب لهذاك الطفل. الا بغينا نلخصوا، الحوال هو حاله مستعجله عند الطفل peu importe السبب ديالها، باش كندير واحد العلاج اللي كنتفاداو به المضاعفات.